ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي لفقرة استوديو الحريف. نروح معاكم بقى للوضع الرياضي في مصر والكرة المصرية اللي حاليا بتعيش فترة من التخبطات الإدارية والاستقالات الغير واضحة أو مفهومة. زي ما قلنا استقالة رئيس لجنة الحكام كلاتنبرغ مرورا بالاستقالة الجماعية للجنة الانضباط، بالإضافة للظاهرة الغريبة جدا اللي طالت تقريبا 90% من الأندية وهي تغيير المدربين. كمان هنتكلم عن الأهلي ومشواره في الدوري وأخيرا سفره للمغرب وآخر استعداداته لبطولة كاس العالم للأندية. وهيكون معانا في استوديو الحريفة الناقد الرياضي أستاذ رامي رجب. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ. مشرفنا النهاردة. ربنا يخلي. أهلا بيك يا أستاذ. منورنا. سعيد لأول مرة أكون موجود معاكم. إن شاء الله مش آخر مرة. إن شاء الله بإذن الله. عايزين نبدأ مع حضرتك كده، بشايف إيه رؤيتك للوضع الرياضي وكرة القدم في مصر وإحنا بجد رايحين على فين؟ خلينا ناخد بداية بس موضوع كلاتنبرغ من الألف للياء. تمام. الفترة اللي فاتت دي شهدت طبعا أخطاء تحكيمية كارثية، وكان بسببها طبعا الأندية قدمت شكاوي عديدة للجنة التحكيم واتحاد الكورة وأثارت أزمة كبيرة جدا جدا، وده دعا مجلس إدارة اتحاد الكورة ورابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب لعقد جلسة طارئة مع كلاتنبرغ لوضع النقاط على الحروف في الأزمات اللي شهدتها الساعات الأخيرة في موضوع التحكيم وما أثير من أزمات عديدة. الجلسة كانت جلسة عاصفة جدا جدا جدا. يمكن اتحاد الكورة وربطة الأندية وجهوا اتهامات صريحة لكلاتنبرغ ان في تقصير بشكل واضح جدا خلال الفترة اللي فاتت دي، وده بسبب عدم تواجد كلاتنبرغ بشكل يومي موجود في اتحاد الكورة، ولكن الراجل سافر كتير جدا خلال الفترة دي. يعني منذ تولى المهمة داخل لجنة التحكيم وهو يمكن ربما ممكن ما بيقعدش 4 أو 5 أيام على بعضهم. أوكي. داخل مصر، وبالتالي ده عامل مشكله طبعاً كبيره. رابطه الانديه يمكن وجهت سؤال لكلاتنبرغ، الانديه كلها اشتكت واحنا بنبعت لك خطابات الشكاوي دي كتير، انتوا ما بتردوش علينا ليه؟ لازم ترد علينا عشان نقدر حتى نرد على الانديه دي اللي طبعا محملانا مسؤوليه اللي اختارتنا اللي احنا جينا في رابطه الانديه بسببها. طبعا الاجتماع كان عاصف جدا وقالوا له كده بالحرف الواحد، لابد ان انت تستمر فتره طويله جدا جدا في مصر عشان تقدر تطور، عشان تقدر تعمل حاجه في التحكيم، خاصه دي سنه اولى بالنسبه له وراجل اجنبي جاي ما يعرفش كواليس وما يعرفش الخبايا سواء في الدرجه الاولى في الدرجه الثانيه، ده محتاج واحد مستمر. طيب اتحاد الكوره كان بيتعامل معاه ازاي؟ اتحاد الكوره كان عنده مشكله كبيره جدا جدا الفتره اللي فاتت دي، ان هو مش عارف يسيطر على سفريات كلاتنبرغ، لدرجه ان بعض الاوقات عشان يعرف ان الراجل ده متواجد في مصر ولا لا كان بيتصل بالريسبشن الخاص بكلاتنبرغ عشان يعرف هو موجود ولا لا. أيه. عشان بيتجاهل ممكن الرد عليهم، ولكن المشكله هنا مش عاوزين نحملها كلاتنبرغ بس، في اتحاد الكوره كان في تعاقد معاك، انت متعاقد مع الراجل ده، لابد ان انت تضع في شروط التعاقد بند صريح ان بيقول ان الراجل ده يستمر، ان الراجل ده متواجد بشكل يومي، وخاصه هو عنده مهام تانية، شغال في الاتحاد اليوناني، شغال في الاتحاد الدولي، فعنده مشغولات كتيره جدا جدا جدا. خلينا نقول يمكن بعد ما تولى المهمه بدايه السيزون الراجل ده سافر مثلا لا يقل عن 10-15 مره. كان اخرهم مثلا كاس العالم قعد في قطر حوالي شهر وشويه، رجع يوم 20/12، سافر يوم 23، سافر لقضاء الكريسماس ورجع يوم 8، قعد يومين، وبعد كده اما دعا اتحاد الكره دعا له الاجتماع قعد، وبعد كده سافر. فكل الاحداث الفتره اللي فاتت دي لا كان في مشكله، وخلينا نقول انا مش عاوز احمل الراجل بس المشكله، محمل اتحاد الكره برضو ان التعاقد معاه ما كانش فيه بند صريح ان الراجل ده يتواجد بشكل يومي، وبالتالي خلينا نقول الراجل يمكن قعد في الجلسه دي اشتكى من بعض الامور، اشتكى من مثلا ان في هجوم عليه حد جدا 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 من الانديه وهو طبعا محتاج يعني حمايه الاتحاد الكوره، اشتكى طبعا ان في بعض التدخلات من بعض اعضاء المجلس في تعيينات مثلا في حكام او حاجه، فالراجل برضه عاوز كان ياخد مسؤوليه، بس هو كان في شروط ان انت هتقعد بشروط معينه ان انت تستمر، ولكن الراجل لقى ان الامور وصلت لطريق مسدود مع اتحاد الكوره، والراجل فعلا عنده مشغولات تانية، فبالتالي قدم استقالته مع الاجواء اللي هي مش شايفها مش مناسبه، مش هيقدر يطور فيها او مش هيقدر يشتغل فيها او مش هيقدر يدي فيها وعنده مشغولات تانية، فبالتالي يمكن والراجل له فعلا قال حاجات صح وقال حاجات غلط، ولكن في النهايه
لو حملنا المسؤوليه نحملها طبعا لاتحاد الكره، وفي جلسه حاليا، جلسه موجوده حاليا في اتحاد الكره، المجلس مجتمع حاليا عشان يتكلم على استقاله كلينبرج. وتم التواصل في الفتره الاخيره بعد الصوره السيئه اللي صدرها كلينبرج لاتحاد الكوره في وسائل الاعلام العالميه، فتدخل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وطالب بضروره حل الازمه دي لو الراجل له مساحات اداهاله، وطالب كمان ايه يعني من حسن حظ كمان كيروش اللي كان له 25,000 دولار، طالب اتحاد الكره برضو الوزير طالب اتحاد الكره ان ضروره انهاء ازمه المساحات بتاعتهم، عشان يعني الموضوع كبير قوي واحنا مش عاوزين نخلي صوره مصر وحشه في الفتره اللي جايه. واعتقد هم هيتم عرض اسماء، مجموعه من الاسماء، هم يعني هم عندهم نيه للتعاقد مع خبير اجنبي اوروبي عنده خبرات كبيره جدا يشتغل وعنده خبرات في المكان ده. واكيد من ضمن الشروط التعاقد اللي جايه اكيد يعني خلينا نقول احنا بنتعلم بقى من اخطائنا طبعا، ان يكون في شروط تعاقد واضحه لانه يكون موجود بشكل يومي. خلينا نقول ما فيش رئيس لجنه حكام، وهو خلي بالك برضو يا استاذ هند، هو قال لهم انتم ما جيتوا تعاقدتوا معايا، دي معلومات من كواليس الاجتماع، قال لهم انتوا تعاقدتوا معايا مستشار للجنه التحكيم وليس رئيسا للجنه التحكيم، وقال لهم في الجلسه لو عاوزين تعيينوا رئيس لجنه تحكيم مصري انا ما عنديش مشكله، انا جاي مستشار. ومعنى كلمه مستشار دي يا جماعه انا عندي مشغولات تانية مش هقدر اتواجد بشكل يومي في الفتره اللي جايه. يعني خليني اخد من كلامك يعني كلاتنبرج هو كشخص هو ما غلطش، هو التعاقد تم معاه على حاجه معينه ان هو مستشار، ما كانش في بند في التعاقد معاه بيقول ان هو يبقى موجود كل يوم عشان انت تيجي بعد كده تطلب منه انت مش موجود كل يوم ليه، انت لو عايزه كل يوم حط له بند ده. وخلينا برضو نروح لحته تانية انه كلاتنبرج ما مشيش عشان هو مش موجود كل يوم، بل علشان هو شايف انه تعرض ل دي من ضمن الاسباب ما انا بقول لحضرتك، هو حتى قال لهم انا بتعرض لانتقادات كبيره جدا 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 من بعض الانديه ومش لاقي حمايه، فهي يعني كان سبب كده من ضمنهم السبب ده. نقف عند النقطه دي، دور اتحاد الكره في حمايه كل من له علاقه بالمنظومه الرياضيه سواء كان لعيب، مدرب، رئيس لجنه حكام، حكم، من انه يتم السب، القصف، الخوض في سمعته، ده مش جزء من الرياضه. صحيح. وشايفين في الفتره الاخيره ده بيحصل لناس كتير جدا. صحيح. في الرياضه المصريه. صحيح. اتحاد الكوره ازاي يقدر يوقف ده، وليه مش ليه اتحاد الكوره ما بياخدش قرارات؟ هم عملوا لجنه الانضباط عشان المسائل اللي استقالت طبعا هو لجنه الانضباط برضو يمكن طالها نوع من الانتقادات، فدولت قضاه طبعا على راسنا. احنا عايزين نفرق بين الانتقاد والتطاول، ده ما كانش انتقاد سواء اللي تعرض له كلاتنبرج، سواء اللي بيتعرض له افراد في النادي الاهلي، سواء اللي تعرض له برضه لجنه الانتقاد. هو لو انتقاد بمعنى كلمه انتقاد ما كانش مشي، كان حتى يعني المستشار محمد عبد صالح رئيس لجنه الانضباط كان استمر. ولكن هم يعني هم هيعملوا النهارده كمان لجنه اسمها القيم، لجنه القيم والاخلاق، هم المفروض ان هم برضه عشان يبقى فعلا الوزير تدخل. وكان حديثهم مجلس اداره اتحاد الكره مع الوزير ان انت لازم نفعل دور اللجان دي خلال الفتره اللي جايه عشان نقدر نسيطر، عشان نقدر فعلا يبقى كلمتنا تمشي على اي حد بيخطئ. فبالتالي الدكتور اشرف صبحي قال لهم شوفوا انتوا عاوزين تعملوا ايه وانا معاكم، واي حد هيتطاول واي حد يعني هيتجاوز في حدود اي حد في الوسط الرياضي او سواء مدرب بقى او لعيب او مسؤول سيتم التوقيع عليه عقوبات. لو ما كانش فيه عقوبات الموضوع هيفضل كده، لازم عقوبات، ولازم فعلا كل واحد اللي يغلط يتحاسب عشان نقدر بعد كده نقدر نمشي، عشان بالمنظر ده لا الدنيا راحه في حته تانية صعبه جدا جدا جدا. كلادنبرج صدر صوره وحشه جدا جدا، مسيئه جدا جدا لاتحاد الكوره والمصر، يعني طلع في وسائل اعلاميه عالميه، وطبعا ودي مش اول مره، كيروش نفس الحكايه، فالموضوع بقى صعب قوي، مش كل واحد اجنبي هيجي هنا هيصدر لنا ازمه كبيره. خلي بالك المصري ممكن يستحمل ويمشي الامور شويه وفي الاخر مش هيقدر يصدر لك حاجه وحشه، ولكن الاجنبي ده يعني هو عنده شغله اهم حاجه بالنسبه له ومش فارق مع اي حاجه، هو يهمه في الاول وفي الاخر مصلحته. فاتحاد الكوره يتحمل جزء من المسؤوليه، وكلادنبرج طبعا يمكن الحاجات اللي قالها وان هو تعرض لانتقادات دي حقيقه فعلا، قال ان فعلا في بعض الناس بتتدخل في شؤون التحكيم سواء من مجلس الاداره، وده اتهامات برضو لمجلس اداره اتحاد الكوره. فبالتالي الراجل شاف ان الجو مش مناسب
واعتقد الفتره الجايه دي ده سبب تدخل الدكتور اشرف صبحي ان لابد من حل الازمه. فاتحاد الكوره رد عليه قال له عاوز تحل الازمه دي يبقى في قانون يطبق على الجميع سواء كبير او صغير، اي حد يغلط يتحاسب. ففعلنا لجنه الانضباط وفعلنا لجنه القيم. طب لجنه الانضباط هترجع تاني برئاسه المستشار محمد عبد الصالح؟ لا خلاص الموضوع قرار نهائي بالنسبه لهم. حتى اتحاد الكوره اصدر بيان ان هم يعني بيناشدوهم بالتراجع عن الاستقاله، ولكن خلاص المستشار محمد عبد الصالح واعضاء اللجنه الموقره خدوا قرار رسمي خلاص او نهائي ان هم مش هيرجعوا تاني. طيب اللائحه بتقول ايه؟ هل يتم تعيين لجنه جديده ولا يتم تشكيل لجنه ولا ايه؟ اللائحه اللي موجوده في اتحاد الكوره اللائحه الرسميه ان لجنه الانضباط يتم اختيارها من اعضاء الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره ويتم مناقشتها في اقرب جمعيه عموميه، ولكن في نيه داخل اتحاد الكوره لتعيين لجنه مؤقته وعرضها لو مش هينفع ان انت تدعو الجماعه العموميه قريب في وقت قريب، فالوقت ضيق جدا او شايفين الوقت هيبقى طويل ان هم يدعوا الجماعه العموميه، ربما يعينوا لجنه مؤقته في من اسماء المرشحه المستشار سيد بن دادي ده كان رئيس سابق للجنه الانضباط، والمفترض الفتره الجايه برضه هيشوفوا بقى هيعملوا ايه. والاجتماع دلوقتي اجتماع دلوقتي موجود داخل اتحاد الكره واعتقد هيخرج بقرارات وان شاء الله ربنا يسهلها. احنا محتاجين الرياضه دي يعني المفروض تبقى افضل من كده. عايز اروح لحضرتك لظاهره مهمه جدا وشغله الناس جدا الفتره اللي فاتت دي، وهي كثره تغيير المدربين الفنيين لدرجه ان يعني طلع على شهر يناير ده ان فتره تجديد للحكام مش اللاعبين وصفقات للحكام، فانا عايزه للمدربين مدربين. فانا عايزه اعرف منك شايف الظاهره دي ازاي؟ عدد كبير جدا يمكن 8 وصلوا ل 15، شايف الظاهره دي ايه سببها؟ خلينا نقول ظاهره تعدد تغيير المدربين دي مش اول مره تحصل في الدوري المصري، خاصه مع السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقت تاثر بشكل كبير جدا على قرارات مجالس ادارات الانديه. حتى لو مجلس الاداره عاوز ينتظر على المدرب شويه بتلاقي هجوم حاد من السوشيال ميديا، فبالتالي ربما يتم تغيير وجهه النظر بالنسبه لمجالس ادارات الانديه. اتحاد الكوره خد قرار من بدايه الموسم هذا الموسم ان لا يحق لاي مدرب تدريب في اكتر من يعني في مرحله في الموسم اكتر من ناديين، بشرط ان في اول مره يكون هو مقال وليست استقاله. لو مقال من نادي يحق له تدريب نادي اخر. لو استقاله خلاص كده اللي هو الاستقاله لا يحق له تدريب اي نادي في بدايه الموسم في حتى نهايه الموسم، وده اللي حصل مع كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال درب ناديين في هذا الموسم خلاص كده لا يحق له التدريب. اتحاد الكره كان بيحاول يحد شويه عشان يظهر بعض الوجوه الجديده في التدريب على اساس ان انت تخلقي مجموعه ما تبقاش منحصره فقط على مجموعه من المدربين، رغم ان ذلك برضو هي محصره برضو على مجموعه من المدربين، ما شفناش وجوه جديده. هم عملوا روتيشن بس للمدربين. كراسي مستقيه كده. يعني هات ده من هنا حط ده هنا. ما هو دي المشكله كل سنه. المدرب الوحيد اللي انا شايفه السنه دي ما كانش موجود في الدوري الكابتن ايمن رمادي مدير فني الاسوان. هو ده فعلا ده الوجه الجديد وده اللي كان موجود، ولكن كل الاسماء الموجوده طبعا باستثناء الاجانب دولت بيتغيروا من يعني من سواء الاهلي او الزمالك، وطبيعي ان انت بتغيري. اما المدرب ما بينجحش بتجيبوا مدرب اعلى منه، ولكن معظم مدربين الانديه اللي هي في اللي في منتصف الجدول او في القاع دي دايما نفس الاسماء، هتلاقي هي نفس الاسماء اللي موجوده السنه اللي فاتت. يعني هتلاقي المدرب هو المدرب كان موجود السنه اللي فاتت بس بيلف بقى ما بين هنا ما بين فاركو ما بين انبي ما بين هنا ما بين اسوان، بتلف الدايره. فاعتقد تغيير المدربين ده مش في صالح الانديه. يعني الصبر لازم المدرب كل ما بياخد وقت طويل. اذا كان مدير فني قوي لابد ان تدي له صلاحيات، ما تستعجليش عليه. حتى لو خسر في مباراه او مباراتين او ثلاثه ما تستعجليش عليه، وخاصة الأندية مش القمة، يعني الأندية اللي هي في منتصف الجدول، ربما يكون الأندية القمة سواء أهلي أو زمالك أو الأندية اللي بتنافس بتبقى بالنسبة لها ضغوط كبيرة جدا وما عندهاش وقت، وطول ما بتفرقي في النقاط الموضوع بيتصعب عليك. إنما الأندية اللي تحت دي أو الأندية في منتصف الجدول ليه بتغير؟ اديله فرصة كاملة. طالما شايف ده بيحصل ليه؟ يعني هم مش فاهمين قد إيه ده تأثيره على الفريق وعلى اللعيبة، وإن كل شوية تغير مدرب. يعني حضرتك شايف هم شايفين سبب التغيير ده هيبقى لصالح الفريق، وربما يكون لصالح الفريق بس نسبه لصالح الفريق ممكن لا تتخطى 20 او 30%. ولكن انت طالما انت جبته يبقى انت مقتنع بيه فنيا، فاديله فرصته بيقدر يعرف اللعيبه
بيتعرف على اللعيبه بشكل عن قرب كتير جدا. وبعدين خلي بالك اللعيب نفسه لما بيحفظ طريقه مدرب كل مزبوط. كل مدرب وله طريقته طبعا. انا محفظ مجموعه معينه وكل مدرب وليه اللعيبه اللي بتنور معاه صح. يعني وبيديها ثقه بيديله ثقه يعني بالزبط. انا دلوقتي مدرب اختار لعيبه واسيب الفريق ويجي مدرب تاني يجي او يجي بقى تاني بقناعه تانية بطريقه تانية سواء بقى بيلعب ومقتنع بلعيب مش مقتنع بلعيب فبتاخد وقت فدي اللي بيدفع ثمنها الاخر النادي. عايزين نتكلم قبل ما فقرتنا تخلص عن الاهلي ومشاركه مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه يمكن المره الثامنه. امبارح بالليل الاهلي بعثه الاهلي سافرت المغرب والنهارده من شويه واحنا على هوا كان اول كان في تدريب هنتكلم عن مشاركه الاهلي وشايف ازاي ان شاء الله كده ماتش يوم الاربعاء. احنا متفائلين بالاهلي في هذه البطوله. النادي الاهلي من 7 مشاركات قبل كده خد 3 برونزيه يعني من اكثر الفرق اللي شاركت في مونديال كاس العالم. عنده مجموعه من الخبرات. اعتقد كمان فرصه النادي الاهلي مع الاستقرار الفني اللي شاهده النادي الاهلي في بطوله الدوري فوزه في اخر مباراه وفوزه قبل كده على الزمالك وفوزه على البنك الاهلي وسلسله الانتصارات اللي بيحققها النادي الاهلي دي هتدي له دافع قوي جدا 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 مع الصفقات الجديده. اعتقد النادي الاهلي يعني هو بياخد مش عاوزين نقول النادي الاهلي لو فاز هيقابل في الدور قبل نهائي ريال مدريد وعنده اول مباراه مع اوكلاند سيتي وبعد كده هيقابل بطل شمال امريكا وبعد كده هيقابل خلينا نقول نمشي خطوه خطوه. النادي الاهلي لو قدر يفوز في المباراه الاولى على اوكلاند سيتي ان شاء الله يوم الاربعاء القادم باذن الله يقدر النادي الاهلي بخبراته وعنده مجموعه من الخبرات الكبيره جدا محمد الشناوي وقفشه وعمرو السوليه ومجموعه وحمدي فتحي واليو ديانج وعلي معلول لا عندك مجموعه مهمه جدا 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 داخل النادي الاهلي تقدر تصنع الفارق مع النادي الاهلي في هذه البطوله. وميزه حلوه قوي ان النادي الاهلي رايح كاس العالم وهو منتشي وحصل على المركز الاول فدي هتفرق معاه معنويا كمان. الاهلي لو تراجع مستواه كان الفتره الاخيره ونتائجه مش حلوه كانت هتاثر على اللعيبه نفسيا جدا جدا ولكن الاهلي عنده فرصه كبيره جدا ان وارد جدا ان شاء الله ان يوصل لابعد حدود ان شاء الله ربنا يكرمه بقى النسخه دي ان يوصل للنهائي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. احنا مكملين مع حضرتك بس هنطلع بس نشوف رساله اللاعب الجديد قندوسي نشوف الفيديو ونرجع تاني نكمل حلقتنا. السلام عليكم انا سعيد من انضمام النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا وسعيد اكثر بعد بدعم 80 مليون اهلاوي في مصر بخلاف اللي موجودين في العالم كله وتلقيت عدة عروض من اندية مصرية وداخل وخارج الوطن لكن انا اخترت النادي الاهلي الكبير لتحقيق احلامي وطموحاتي سواء على المستوى الاقليمي او العالمي. اشكر نادي وفاق سطيف ومسؤوليه واشكر موصول النادي الاهلي وجهازه الفني على اصرارهم لضم يوسف في الفريق واتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق وان شاء الله ساهم مع زملائي في تتويج الاهلي المزيد من البطولات على كل المستويات وان شاء الله اهلاوي انا اهلاوي وافتخر. نسر جديد من نسور الاهلي وخلينا نقول ان في الاخر رغبه اللاعب هي يعني الناس تقعد تقول لك ده الاهلي عمل ولا حبيبي هو عايز يروح الاهلي كتير قوي بتتكلم كتير ليه؟ اللعيبه الفتره اللي فاتت دي بقى مهم جدا جدا انت رغبتك تروح فين؟ انت رغبتك تلعب الاساس طبعا رغبتك تلعب تيشيرت النادي الاهلي ولا الزمالك؟ فحته الرغبه دي يعني لما الاهلي او الزمالك بيتصارع على لاعب بيبقى الاهم حاجه بالنسبه له اللاعب محتاج ايه وشايف كده ان الراجل حابب الاهلي وحابب تيشيرت النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي وهو لاعب كبير كنت اتمنى انه يكون موجود في المونديال ولكن طبعا لفته طيبه من مجلس اداره النادي الاهلي انه ترك اللاعب مع منتخب المغرب الجزائر للمحليين عندهم بطوله مهمه جدا ووصلوا للدور قبل النهائي فبالتالي كانت انا كنت اتمنى حتى هو كان طبعا من الصعب ان كان يشارك بشكل اساسي عشان ولكن كنت عاوز يعيش الاجواء مع النادي الاهلي يعني يبقى قرب من اللعيبه يعرفهم حتى لو ما اكتسبتيش الخبره او ما عرفتيش الاجواء من اللعيبه او انت تشاركي بشكل اساسي او تقربي من اللعيبه بشكل اساسي ولكن انت تعيشي الاجواء كانت دي كانت مهمه جدا جدا ولكن يعني ربنا يكرم ان شاء الله طبعا لفته طيبه من النادي الاهلي وربنا يكرم النادي الاهلي في هذه البطوله بطوله مهمه جدا جدا واعتقد هتبقى فارق كبير جدا الاهلي لو حصل على مركز متقدم هيفرق معاه كمان معنويا في الدوري اللي هيرجع على طول بقى على ماتشات مهمه سواء في افريقيا او في بطوله الدوري كولر لو كولر خد
ميدالية يعني عمل مركز غير التالت إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب بإذن الله. كولر هيبقى في حتة تانية مختلفة تماما عند جمهور النادي الأهلي في تاريخ النادي الأهلي. يكفي إن كولر حتى هذه اللحظة نمسك الخشب ما خسرش فرقة مباراة. إن شاء الله دي حقيقة. يعني هو فعلا عامل إنجازات كتيرة جدا على المستوى الفني، على المستوى الإنجازات اللي بيحققها مع النادي الأهلي، حقق إنجازات كبيرة جدا منذ تولى المهمة، وكان له بصمة واضحة جدا 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 مع النادي الأهلي من أول مباراة. إحنا قلنا لا، المدرب عنده فكر، بعكس مقارنة بسوريش اللي كان الموسم الماضي، مش عاوزين نظلمه قوي، ولكن ما كانش البصمة موجودة في أول مباراة. بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. توقعات حضرتك ايه كده في الماتش اللي جاي؟ ماتش الاربعاء يعني النتيجه كده؟ لا ناخد توقعاتنا دلوقتي احنا الثلاثه. ما اقدرش اتوقع نتيجه، بس ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز، يعني ممكن 3-1 للنادي الاهلي ان شاء الله. ياه الله حلوه دي. النادي الاهلي يعني خليني اقول كده، محمد الشريف انه رجع عندك الحته اللي حلوة كانت بالنسبه لك كانت حلوه، ثلاثه عجبتني قوي، ثلاثه صفر. عارفه اللي بيتكلم عليه استاذ رامي حاجه مهمه قوي، انه اللعيبه اللي موجوده كلها دلوقتي كل واحد فيهم عنده دافع نفسي، وده هو اللي بيكسب. وفايقين 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 بدنيا ما شاء الله. حتى كل الجزء اللي كان عندك عجز فيه حته الهجوم بدا مع عوده كهربا وتالق شريف، خلاص انت الحته دي بدات زي ما كانوا بيقولوا كده تفوق فيها. فان شاء الله انا متوقع ان احنا هنفوز. هنفوز 3-0 3-0 3-1 يعني انا 2-1 2-0. المهم يكون الفوز حقيقي. المهم ان احنا نكسب ان شاء الله. المهم ان احنا نكسب ان شاء الله. بيمثل مصر كلها وكلنا في ظهر النادي الاهلي في هذا باذن الله. احنا بنشكر حضرتك طبعا جدا استاذ رامي، شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله تبقى معانا تاني. دلوقتي خلصت حلقتنا، خلصت فقرتنا، هنروح لفقره استشاره طبيه بس هتكون من حلقه سابقه. استنونا بكره في حلقه جديده ومواضيع مهمه ان شاء الله. باي.